جيشنا العربي حامل حمى، درع الوطن وسياجه المنيع، الصخرة التي يتحطم عليها كبرياء العدا وأحلام يقظتهم. فنرى في نشام الجيش العربي التضحية والفداء، الثقة عنوانهم والصبر رداؤهم، والعلم ومجارات التطور سلاحهم، وعقيدتهم النصر، إذ تنفذ وحدات وتشكيلات هذا الجيش الأبي التمارين بمختلف أنواعها وأحجامها. فقد نفذت قيادة الحرس الملكي الخاص ولواء الملك الحسين بن علي تمرين الحصن المنيع بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من كبار الضباط. أيها السادة، حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية. سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر سيدي الحرس الملك الخاص ذراع قوي ومساند لقواتنا المسلحة الجيش العربي، ولما يتمتع به الحرس الخاص من مهارة عالية واحترافية في تنفيذ الواجبات. سيدي، إن مفهوم الأمن الوطني الشامل لا يتحقق دون ضمان بيئة استراتيجية آمنة وخالية من جميع أنواع التهديد، وحدود آمنة تحوي داخلها بيئة سليمة وصالحة للعيش والإنتاج لأجيالها وأبنائها. وهذا لا يتحقق إلا بفرض هيبة الدولة وتأمين جميع مرافقها ومقدراتها لضمان تحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل. سيدي، بنيت فكرة التمرين على قيام الشخصية بزيارة لمنطقة حدودية وفرضية تنفيذ واجب أمني على إحدى الواجهات الحدودية. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، صدق الله العظيم. سيدي، ستبقى قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن والحصن المنيع متبوعا بمدير التمرين. سيدي إنما ستشاهدونه اليوم من تمرين تكتيكي لقطاعات يحاكي فرضية تنفيذ واجب أمني على واجهة حدودية يشترك فيه الحرس الملك الخاص وقوة التجميع للواجب التي خصصت لإنجاز المهمة. مولاي، تشاهدون من جهة يمين المنصة طائرة بلاك هوك من ارتفاع 200 قدم تحمل فريق القناصين وترمي من مسافة 700 متر. جنس الحق نار فوق هامات السحاب، إن سألت المجد عنا. نشاهد مولاي من على يمين المنصة دخول الموكب، ونشاهد إجراءات الحرس المتحرك وفريق التدخل السريع أثناء التعرض للخطر. نشاهد مولاي ترجل أعداد السيارة الأمامية لمشاغلة الخطر وتحييده، كما نشاهد ترجل أعداد فريق التدخل يمين ويسار السيارة لمشاغلة الخطر. في حين سوف ينسحب مولاي أعداد السيارة الأمامية
إذانا بتراجع الموكب إلى الخلف. تتقدم مولاي آليات رد الفعل السريع والمسلحة برشاش الجاو ورشاش الميم 50 لمشاغلة الخطر. نشاهد مولاي ترجل أعداد الار جي دبليو 90 وذلك لاقتناص أهدافهم المنتخبة. تشاهدون مولاي الآن دخول سيارات رد الفعل السريع يمين ويسار المنصة والتي تمثل استلام أفراد المقدمة من قبل الحرس الملكي الخاص لتأمين طوق الحماية القريب في موقع الزيارة. نشاهد الآن مولاي من على يمين المنصة دخول الموكب إلى موقع الزيارة وإجراءات الحرس المتحرك وفريق التدخل السريع لتأمين الحماية اللازمة لإخلاء الشخصية أثناء التعرض للخطر تحت نيران سيارات رد الفعل السريع. نشاهد مولاي الآن إخلاء الشخصية باتجاه الموكب تحت تغطية من نار سيارات رد الفعل السريع والمسلحة برشاش الجاو ورشاش الميم 50، في حين تتقدم مولاي آليات لواء الملك الحسين بن علي لاستلام المهمة. تم الإبلاغ عن وجود طرد مفخخ من قبل أفراد الاقتحام لمسؤول الواجب، حيث تم طلب فريق معالجة المتفجرات من وحدة هندسة الحرس الملكي الخاص للتعامل مع الطرد المفخخ. يدخل مولاي الآن من جهة اليسار الموكب باتجاه المفرزة الحدودية تحت حماية من آليات رد الفعل السريع، مرافقة للموكب مولاي طائرة البلاك هوك والتي تحمل فريق القناصين. مولاي تحط الآن من جهة اليمين طائرة البلاك هوك المعنية بإخلاء الشخصية تحت حماية جوية من طائرات ليتل بيرد وحماية أرضية من سيارات رد الفعل السريع التابعة للحرس الملكي الخاص. تخلى الشخصية من المفرزة الحدودية بواسطة الموكب باتجاه طائرة البلاك هوك إذاناً
بإخلاء الشخصية من المنطقة بشكل كامل. تم تطبيق هذا التمرين بالتشارك مع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية، وبالتوجيهات المستمرة والمتابعة المستمرة من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبتغيير قواعد الاشتباك، استراتيجية قواعد الاشتباك. حقيقة تم تطبيق هذا التمرين ليحاكي أحد الفرضيات الرئيسية، أيضا من الواجبات الرئيسية التي يخرجها الحرس الملكي الخاص. يخرج الكثير من الواجبات الأمنية وبجميع مناطق المملكة، وتم تطبيق هذا التمرين ويحاكي على أرض الواقع أحد الفرضيات على أحد الواجهات الحدودية. تدريب الحرس الملكي الخاص يعتبر تدريب عالي المستوى، ومنتسبي الحرس الملكي الخاص يتمتعوا حقيقة بجاهزية قتالية عالية وروح معنوية عالية باستمرار. حفظ الله جلالة سيدنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، وحفظ سمو ولي العهد المعظم سمو الأمير الحسين بن عبد الله. وستبقى قواتنا المسلحة بإذن الله الأصدق قولا والأخلص عملا إن شاء الله. دابت قيادة الحرس الملكي الخاص بالاهتمام بتوجيه التدريب السنوي الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة وضرورة إجراء التمارين المشتركة مع الوحدات التي يتطلب عملها ذلك. تم تنفيذ هذا التمرين من خلال مجموعة حرس المحمدية التابعة إلى قيادة الحرس الملكي الخاص مع لواء الملك الحسين بن علي، وبالإسناد الجوي سلاح الجو الملكي بواسطة الطائرات العمودية والطائرات المقاتلة. تأتي فكرة تمرين الحصن المنيع لتنسيق كافة الجهود المشتركة بين القوات المشاركة والمتمثلة بالقوات الأرضية والقوات الجوية. تتمثل طبيعة عملي في تمرين الحصن المنيع والمشترك مع قيادة لواء الملك حسين بن علي بإعطاء كافة الإجازات اللازمة وتحضير منطقة التمرين وشرح المعاضل والفرضيات الخاصة بالتمرين وتنسيق كافة النيران بين القوات الأرضية والقوات الجوية من خلال خلية تنسيق النيران ومن خلال جميع الضباط المتواجدين داخل الخلية. حفظ الله القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وقواتنا المسلحة الباسلة. واجبنا في هذا التمرين المشترك مع الحرس الملكي الخاص تحت مسمى الحصن المنيع، نعمل كقوة طوق خارجي لمساندة الحرس الملكي في واجبه، وكان سيناريو تعرض قوة واجب الحرس الملكي لتهديد من المناطق المبنية، وفي ذلك تم استدعاء لواء الملك حسين بن علي للقيام بتطهير المباني التي يتم التهديد منها وتأمينها. هم مبعث الخير ومواسم الفرح الأردني، ميادين رجولة زخرت برجال صناديد أباء يسابقون الزمن إنجازا وعطاء، ويشرقون أنوارا تخط على جبين الزمن معاني جليلة لبواسل أوفياء سكنوا خنادق المجد، فتشرب ثراها حبات العرق المنهمرة من جباههم السمر لترسلها نسائم عز تعطرت برائحة دحنون الأرض الأردنية. رجال هم الهوية المتميزة للبذل والعنوان الحقيقي للبطولة. جيشنا يا عربي يا درع كل العربي، جيشنا يا عربي يا درع كل العربي، يا جنة
جسدنا كلنا أكرم به من نسب. تعيش 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 وتحيا عربي يا راية لمجدنا ترف فوق جندنا تزهو بها تزهو بنا على مدار الحقب يا جيشنا يا عربي.